ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا كريم، ازيك؟ وزي اخبار حضرتك؟ مكالمتك والله يعني انقذت اتحاد الكوره من الانتقاد. ليه؟ يعني في حاجات كتير مش عجباني يا كابتن احمد، بس خليك في الحكام، انت حضرتك في منصب جديد. بقول لك يعني ايه، بس هسالك سؤال. اتفضل. الامانه وصلت ولا ما وصلتها ولا لا؟ كابتن حسن، لا ما بصراحه ما قلتلوش عشان ما اضحكش لا عليك، لا هقول له النهارده، هكلمه في الفاصل واقول له كابتن احمد خلي الشناوي. بالك، انا مش عايز اقول لك، باباك ده كابتن حسن ده يعني انا بحبه جدا الله جدا يخليك كابتن احمد، الله يخليك. كشخص يعني، هو طبعا يعني بس هو كواضح نبي ان عشان هو المشاهدين، انسان بس طيب. عشان المشاهدين ما يفتكروش حاجه الامانه دي لحاجه مثلا ولا حاجه، الامانه اللي انا اوصل السلام لكابتن حسن شحاته احسن يتهموني بحاجه ولا بتاع. لا 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 كابتن لا احمد كان والله، مأمني ان انا اوصل السلام، كابتن احمد الشناوي مأمني والله اوصل يعني السلام لكابتن حسن طبعا شحاته كابتن حسن شحاته عشان ده يفتكروا ان يعني. هي شنطه مخدرات ولا حاجه. لا 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 ما تمام كناش بقى يعني، احنا الحمد لله معروفين، والسيره والسمعه تمام الحمد لله، كلنا ناس كويسه، ما فيش حد. رئيس العصابه بيظهر في الاخر محدش بيعرفه يا كابتن احمد. الراجل الخفي. ازيك يا كابتن احمد، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. يعني امبارح كنت مع حضرتك معانا على التليفون وقلت لي النهارده هيبقى في قاعده مع المسؤولين في اتحاد الكوره عشان تحطوا كده يعني خطوط عريضه او خطوط رئيسيه للشغل حضرتك في داخل لجنه الحكام في الفتره القادمه. كويس. ايه اللي حصل بقى في الاجتماع طبعا ده؟ يعني انا رحت قعدنا، والاستاذ جمال العلام قعد معايا بشكل شخصي منفرد، واتكلمنا في كل شيء يخص المشاكل التحكيميه. فطبعا هم كانوا واخدين القرار ان انا اكون اجي على المجموعه اللي هي دي. طبعا انا فضلت الامر ده لان طبعا لازم اخش اعرف الدنيا فيها ايه في اللجنه، لو مشينا كل دول نيجي ناس جداد هنبدا يعني تاخد وقت، خصوصا تبدأ من ماتشات الصفر شغاله تاني. والتعيينات شغاله، يعني هتلاقي نفسك في حيره، ما عندكش مرجعيه في حاجه يعني تقدر تحت ايدك. أي ف يعني اتكلمنا طبعا في امر مهم اللي هو ممكن ان احنا نضيف اسم او اسمين ونغير في فتره او بعد كده، يعني كنت عايز اضيف اسم ولا حاجه ولا اسمين واجيب، مفيش مشكله. فيما يخص طبعا اول حاجه اتكلمت فيها بدلات الحكام اتحلت خلاص، دلوقتي بيقبضوا من الملعب في الدوري الممتاز. القسم الثاني والثالث والرابع الحكم بيروح المنطقه اللي هو تابع ليها بالسكور شيت وبياخد البدل بتاعه. الانتقالات بتاعه. فيعني خلاص فاضل مديونيه صغيره جدا لا تذكر يعني مش كتير، لكن فيما يخص القسم الثاني والثالث على مستوى الجمهوريه حكام كلها قبضت فلوسها اللي هي كانت بتاعه السنه اللي فاتت، مفيش حد في ليه حاجه. تمام. فيما يخص قرار من مجلس اداره اتحاد الكوره على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصه بالحكام الحاليين او المعتزلين او لجان اعضاء لجان او اي حاجه، قالوا ان الحكم له طبعا حق في الصفحه في التواصل الاجتماعي بتاعته كيف ما شاء، ولكن لا يتدخل او لا يكتب عن شيء يتعلق بالتحكيم بعد الكره المصري. تمام معايا يا كابتن؟ مع حضرتك، مركز مع حضرتك. اتفضل. فطبعا المساله دي انا يعني طبعا انا شايفها انها حاجه كويسه، لان التواصل الاجتماعي انا شايفه يعني خرج عن الحدود، وهو يعني بيعمل مشاكل اكتر منه ما بيعمل منه تواصل، يعني بيخلق مشاكل وبيخلق نزاعات ما بين الحكام وبعضهم. بص تلاقي حكم بيتخانق مع حكم على الفيسبوك وحاجات صعبه يعني. ده الكلام اللي يعني الاستاذ جمال علام قال لي عليه. قلت له انا الكلام ده بالعكس، ده بالنسبه لي ده احسن شيء. عايزين نركز، يبقى الحكم لو مش ليه مشكله اي حاجه يتفضل، ان انا ما حلتلوش يجي لك. ما هو ملوش غير كده يعني. كابتن وجيه مستمر في اللجنه يا كابتن احمد؟ اي ها؟ كابتن وجيه مستمر في اللجنه؟ ما طبعا احنا كابتن وجيه دلوقتي وبقيه الاعضاء احنا عندنا لقاء ان شاء الله يوم الجمعه. انا عندي معلومات ان هيتم استبعاد كابتن وجيه بسبب المكالمه المسربه والكلام ده. والله انا ما يعني انا ما عنديش يعني، لو عندي معلومه كنت اقولها لك على طول. ده المعلومه كلها عندك كابتن، انت رئيس اللجنه دلوقتي. والله يا كريم انا ما اكذبش، انا اكذب ما عنديش. يعني اللي حصل يعني ما اتكلمتوش في بقاء كابتن وجيه او عدم بقائه؟ انا بالنسبه لي خلي بالك الوضع، انا لازم اقعد مع الحكام اليوم الجمعه اللي هو بعد بكره.
في مشروع الهدف الحكام الدوليين والدرجة الأولى، هنقعد معاهم رئيس الاتحاد نائب رئيس الاتحاد وأنا واللجنة اللي هي برضو الموجودة دي اللي هم الكباتن، هنقعد لأن أنا طلبت إن الأمر ده يتم عشان خاطر لازم نعرف الحكام دي فيها يا كابتن كريم، لأن الموضوع يعني في حاجة لازم نعرف يعني الحكام إيه اللي جم، هم دول اللي كان السنة اللي من سنة الناس بتشيد بيهم، هم ما اتغيروش. أنت معايا يا كابتن ولا مش معايا؟ مع حضرتك. فطبعا يعني ده الأمر، طيب إنما اصل بقى الوقت حتة في بعض الحكام، او في مثلا كابتن جهاد جريشه زعلان من كابتن وجيه بسبب في داخل اتحاد الكره اتجاه ان هم يعني يبعدوا كابتن وجيه عن اللجنه بسبب الاحداث والمكالمه، يعني في بعض الحاجات اكيد حضرتك برضو يعني لازم يبقى في كلام مع مسؤولين في اتحاد الكره عشان تشوفوا الموضوع ده. انا بقول لك كريم، انا من ساعه ما نزلت من الاتحاد حوالي الساعه يعني 4:30 5 كده، ما عنديش ما ده الكلام اللي كانوا معايا، انا جولي نزلوا لي من فوق وطلعت بيهم اللجنه معايا دكتور عزب ووجيه، وقعدت طلبت شويه حاجات، طلبت من بتوع الاي تي هناك يعملوا لي حاجات معينه بالنسبه تخص الحكام الماتشات وتعييناتهم، عملت جدول كده عايزه عشان خاطر نشتغل عليه بعد كده. فلحد ما نزلت ومشيت وروحت انا ما عنديش حاجه تانية خالص غير طيب اللي انا بقوله الاسماء لك. اللي حضرتك هتضيفها في اللجنه اتفقتوا عليها ولا لسه؟ ما هو برضو انا لازم اشتغل الاول اسبوع 10 ايام اشوف انا هحتاج ايه، لان خلي بالك الحكايه تخصص، انا ممكن اكون محتاج واحد في حاجه معينه، التحكيم النهارده فيه ناحيه اداريه وناحيه فنيه، وواحد يختص بعمل معين، فلازم انا بقى يعني نختار الامر ده. تمام. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقولها برضو علينا عشان الناس تبقى عارفه، النهارده طيب يعني مكالمه تليفونيه جت بيني وبين اخويا طبعا جمال غندور، وبارك لي وشكرته طبعا، قال لي انا تحت امرك في اي حاجه انا معاك، وانا برضو عشان بقول الكلام ده ليه يا كريم عشان الناس تعرف ان احنا ما فيش صراع على مكان في اتحاد الكوره في في التحكيم يعني. ايوه طيب. يعني انا جمال واحد، احنا ما عندناش مشكله في يعني مين يمسك مين يعمل الحاجات دي كلها. ايوه. فطبعا اللي انا قلت جمال لابد يكون له معايا دور في الفتره اللي جايه دي، لان التحكيم انت عارف انا لوحدي مانيش هقدر اعمل كل حاجه. فطبعا لا غنى عن يكون جمال موجود، جمال قيمه وقامه طبعا. طبعا كنا نتمنى يكون عصام عبد الفتاح كابتن عصام موجود، لكن طبعا طبعا ظروف عمله بقت خارج البلد، فطبعا يعني ما نقدرش، يا ريت يبقى في 10، لان كل ما زادت الكفاءات في العمل التحكيمي كل ما التحكيم طلع لفوق. طيب يعني طيب هو بس انا عايز اقول لحضرتك معلومه مش عارف حضرتك يعني عارفها ولا لا، ان كابتن وجيه تم تحويله للتحقيق داخل اتحاد الكوره بسبب ده قرار المكالمه. ده هل ده على الموقع الرسمي بتاع اتحاد الكوره؟ لا دي انا معلومه عارفها يعني ما اعرفش بقى مكتوبه على الموقع ولا لا. والله انا بص انا عايز انا لو اعرف الكلام ده انا ما اذا كان هو يعني مش عايز اقول لك يعني كان معايا يعني السيد رئيس الاتحاد جابه من المكتب ونزل وهو وعزم ممكن ما يكونش وخدوه وطلع فوق. الموقف من رئيس الاتحاد يعني ممكن يكون في بقى حاجه مجمعه من ما اعرفش انا اعضاء بقى فيه مجلس يعني الاداره. يعني طيب كابتن احمد يعني اتفقت حضرتك هتظهر اعلاميا في التحليل ولا؟ اتفقنا على الامر ده، اللي انت حضرتك هتحلل عادي ماتشات انا احلل التحكيميه لان في القناه اللي كابتن حضرتك كريم متعاقد معاها. يعني انا يعني خلينا نتكلم، لو انا كنت معاك وتيجي لجنه وسبتك هتزعل ولا مش هتزعل؟ يعني هزعل بس لمصلحه الشغل مش عارف شايفها ان حضرتك يعني هتواجه مشاكل، هتنتقد حكامك ازاي؟ هتدافع عنهم ازاي؟ يعني لا انا بشوف احنا انا عايز اقول على حاجه، هو النهارده يعني الحكايه بقت مش مفيش حاجه بتستخبى. تمام. يعني هو مفيش غير الاستوديو بتاع التحليلي ده فيه ثلاثه. ايوه. بنيه. بس الفرق ان حضرتك بقيت مسؤول. وانا يعني احنا وانا كنا دلوقتي بننتقد يعني كابتن انا حسام حكم عبد يبقى الفتاح قبل غلطان. كده عشان كان كابتن كريم اسال سؤال، اتفضل. هل انا حكم يبقى غلطان واقول له انت مش غلطان؟ طب ما الغلط هيكبر. كان ساعات بيحصل كده كابتن احمد، كان بيبقى والله الخطأ انا قدام بالنسبه عينينا لي انا بالنسبه لي انا وشايفينه ونلاقي بالنسبه رئيس لي لجنه الحكام بيدافع وخلاص. انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي هتعامل مع مش الخطا بتكلم على كابتن التحكيمي. عصام على فكره، انا بتكلم عامه يعني.
كابتن عصام راجل محترم، لا انا عن كان بيخش نفسي معانا ويقول في غلط، في خطأ، في حصل كذا. ما انا عن نفسي يعني هطلع وفي خطأ هو ده خطأ، اصل انا ما اصل مش ممكن الصورة واضحة وانا هقول حاجة غير الصورة يعني. لكن وانت عارف ده طبعي انا يعني في الحكاية دي ما عنديش. طب حضرتك لما تكون كرئيس لجنة حكام وبتحلل تحكيم في اي قناة، الحكم ما يزعلش منك لما انت تنتقده قدام الناس؟ شوف يا كابتن، انا عايز اقول انا يعني عايز اقول حاجه، الحكام النهارده هم عارفين ان انا بنتقد، وهم يعني مش عايز اقول لك انا بطلع وبتكلم والحكام هم بيكلموني في التليفون ويشكروني ويناقشوا، طب دي يا كابتن طب لو كذا، يعني المساله بقت عاديه، ما بقتش جرح بتفتحوا له حضرتك. لان المساله بقت عاديه، ده علمك الحكام بتوع الزمن ده اكثر حظا مننا، اللي بقى قدامهم الحاجات دي والتصوير التقنيه العاليه دي اللي بتبين الحاجات دي، يعني ده حاجه تفيدهم، مش يعني دليل ان احنا في لجان الحكام اللي بنشتغل على الحالات دي عشان نوريها للحكام. طيب وده الشغل المحاضرات. حضرتك هتكون متطوع في لجنه الحكام يا كابتن احمد؟ انا ما رضيتش، مش عايز اخد. طب ليه؟ فلوس. انا يعني الظروف انا شايف كده، الى جانب ان انا يعني مش عشان ابقى اشتغل بنفسي، ما حدش يقول لي انت هنا بشتغل، انا جاي اخدم الحكام يا كريم. ومش يعني برضو وجودك في الاستوري التحليلي في احد القنوات وبتاخد مقابل مادي، فعشان كده دي هتبقى يعني مش عايز اقول قصاد دي، ولكن هتعوض عدم يعني لا حصولك على فلوس من داخل. انا عايز اقول لك على حاجه، انا قبل كده ما كنتش بشتغل في استوديو، جيت وكنت مش عايز باخد مبلغ زهيد جدا ساعه ما كانت الكره واقفه والحاجات دي كلها. تمام. وانا قلت لهم مش مشكله، انا عارف الظروف ومجرد يعني زي ما تقول مواصلات يعني. لكن انا قابلت عشان يعني الحكام وزمايلي اخواتي، مش احنا يمكن الوسط التحكيمي فيه حاجه يعني غير اي وسط، يعني احنا بنحاول ننقل خبراتنا واللي اكتسبناه لاخواتنا الصغار الحكام من خلال ان اكون عضو لجنه او رئيس لجنه او الى اخره. فده اللي يهمنا، لان عايزين يكون في تواصل للتحكيم. تمام. يعني بكره مين حكم ماتش الاهلي والشرط؟ انت عايز تعرف بكره مين حكم ماتش الاهلي والشرط؟ النهارده بتبلغوا الحكام قبليها بيومين المفروض. لا ان شاء الله بكره الحكم يعني حكم دولي كويس وهتسعد بيه بكره ان شاء الله. ما هو يعني مش انتوا بتبلغوا بنعرف يوم الماتش الصبح ولا قبل الماتش بيوم عادي؟ يوم الماتش الصبح، بكره الصبح ان شاء الله هتلاقي الخبر بتاع الحكم ان شاء الله يا كابتن. ما اتمنالك التوفيق انا بشكرك يعني يا حبيبي، شاكر جدا. ان شاء الله احنا في ظهرك ومع حضرتك ومع حكامنا وكل حاجه، بس ان شاء الله يعني يكون في تطور في الفتره القادمه يا كابتن احمد. يا رب. انا بتمنى ان انا يعني عايز اجي اضيف، انا مش عايز اقول انا المفروض اجي اضيف، لو هم كويسين عايزهم يبقوا قوي، لو كويسين قوي عايز اخليهم يبقوا كويسين جدا. فهي المسألة إضافة، ما فيش حد بيخش مش عايز يشتغل. أكيد. بس أتمنى إن أضيف حاجة للتحكيم. إن شاء الله يا كابتن أحمد بنشكرك وكلنا في ظهرك إن شاء الله، وهنساندك في الفترة القادمة لتطوير منظومة التحكيم داخل مصر بإذن الله.